الدب يرفع الستار عن مسرح الفضائح، والشحاطة جيت تستخف بالرزانة الدبلوماسية. أهلاً بقصة الدب، وهي تدخل مسرح الفضائح، ودائماً أكو من ينظف الفوضى ويطمطم المخازي. شنو قصة الدب؟ وما هي علاقته بفضائح السياسيين؟ تابعوا يعني. القصة تعود لفضيحة انتشرت قبل أيام، دب مشحون بطائرة عراقية متجهة إلى دبي، فجأة تصير ربكة واستياء بين المسافرين بسبب تأخر الرحلة. يا بشكو أثار الدب بغرفة الشحن طالع من القفص وما يعرفون شي يسوون وياه. لهذا الإجراءات تأخرت لحد ما إجا فريق إماراتي متخصص وعالج الموقف. خدروا الدب وطلعوه خارج الطائرة وتم الموضوع بسلام. لمن يعود هذا الدب؟ يعود لأحد السياسيين اللي استقال قبل أشهر من إدارة الجمارك العام. فضيحة لا تليق ببلد محترم. بس شنو الغريب؟ العراق مسرح الفضائح، وهاي مو أول مرة ولا راح تكون الأخيرة. تتذكرون قبل سنوات لما طائرة ركاب لبنانية إجاها أمر من بغداد أن تعود وهي بالجو لمطار بيروت بعد ما تأخر نجل وزير النقل العراقي هو وصديقه بوقتها عن اللحاق بها طبعاً نجل وزير، ورجعت غصباً على خشمها. بفضيحة الدب الخطوط الجوية العراقية اعتذرت، واليوم رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع. بس بالنتيجة هاي اللجنة ستضاف لعشرات اللجان التحقيقية اللي ياما تشكلت ونست ودائما أبطالها سياسيين ونواب ووزراء ووكلاء وزراء وسفراء اسم الله عليهم. قبل أيام مثلا شفنا النائب بهاء النوري ويا بنتين اثنين اعتدا على رائد بالمرور، وعلى أثرها كتلة دولة القانون فصلت النائب. أما باليابان فقبل كم يوم انتشرت صورة للسفير العراقي وهو يلبس الشحاطة باستقبال ضيف رسمي، وهذا شيء غريب وما مقبول. ناهيك عن صورة مع بنية يابانية إيد بيد يتمشون، وهذا الموضوع سوى ضجة بالصحافة اليابانية. وين المشكلة مثل هيج فضائح؟ المشكلة إنها ترتبط بالطبقة السياسية الحاكمة وتعكس مدى ضحالة وتدني مستوى بعض المنتمين إلها. والكارثة إنهم محميين، دائماً محميين، وبسرعة تتم التغطية على فضائحهم بالضبط بالضبط مثل ما يصير ويا قضايا الفساد. أكبر قضايا الفساد ذابت وراحت ونسوها الناس لأن الطبقة السياسية الحاكمة تريد هالشي، قررت هالشي. المعنى شنو؟ أن النظام السياسي بالعراق زبائني بامتياز، واحد ينطل الآخر، ومو بس فاسد بل مفسد، لأنه يقدم الحماية للفاسدين وأصحاب الفضائح المخجلة، ما يحاسبهم إلا وهو مضطر وتحت ضغط الرأي العام. وغالباً هيج قضايا تميع بمرور الوقت ويعاد أصحابها للواجهة، يتم إرجاعهم مرة ثانية للواجهة ليمارسوا نفس السلوكيات اللي ما تختلف عن سلوكيات
البلوغرات واليوتيوبري نفس المستوى الهابط ونفس الشعبوي. ايه أرقان قلب هاي بالنتيجة تجيبها منا توديها منا، هو هذا وضعنا بالعراق. ناس ما شايفة، لهذا كل أنواع الفضائح موجودة، دب يطلع من قفص، بنات يضربن ضابط بالحذاء، سفير يمشي ويلبس شحاطة، كل شيء موجود وكله يتغطى ويطمطم ويضيع باللبخ، باللبخ كل شيء يضيع. ويا هلا ومرحبا بالدب السياسي، نورت مسرح الفضائح بالعراق. نعتذر من الدب، خوفناك يا معود، اعذرنا. حياكم الله هوات الدب. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام أستاذ غالب الشابندر ومفكر ومراقب سياسي من بغداد، محمود الحياني عضو تحالف الفتح أيضا من بغداد، والأستاذ جبار المشهداني فنان وناشط سياسي. هسه شلون فنان وناشط سياسي جبار؟ ما تفهمنا، لو فنان لو ناشط سياسي شو تريد؟ شو تريد واحدة منهن؟ عمي تركنا الفن من زمان، عفنا تركنا الفن من زمان، على هاي الأفلام بدها تصير بعد شو تشتغل؟ إي بس أنت ما عندك دب. شلون سياسي ما عنده دب؟ يصير 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 عندنا، يصير ان شاء الله يصير. خلي اسال استاذ غالب، حياك الله. ان شاء الله يصير. حياك الله استاذ غالب. قبل بالمعارضه كنتوا تتعرضون لهكذا سلوكيات؟ اكو هكذا سلوكيات؟ لو جماعه ما كان عندهم فلوس ما كانوا يقدمون هدايا دب وغزال وسيارات. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. بالنسبة في الحقيقة مرحبا بالضيفين الكريمين، ومرحبا بك يا أخي الكريم وصديقي العزيز، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. حياك الله أخي العزيز. أنا عندي قصة صغيرة اسمها العودة إلى الرصيف، طبعت حوالي الطبعة الثالثة، تتحدث عن مسيرة ومسار المعارضة العراقية قبل استلام السلطة وبعد استلام السلطة. أنا صريح، قبل استلام السلطة كانت النسبة الغالبة منا فقراء ولا نملك جلودنا، يعني بالكاد نستطيع أن نلبي حاجاتنا أو حاجاتنا الضرورية لمدة شهر، إلى أن تأتينا رواتبنا إما بشغل أو أحياناً تجي مساعدات من الخارج. هذا قبل حقيقة، هذا يعني قبل المعارضة، يعني قبل السلطة. يعني بعد السلطة تغير الوضع، أنا لا أقول الجميع، يعني أنا لا أقول الجميع، وإلا بعضهم قبل السلطة كان يمتلك شيء من المال، يمتلك شيء من السلطة، ولكن الأعم الغالب كنا فقراء، يعني مساكين، يعني بالكاد ندبر أجار البيت، بالكاد ندبر شراء سترة مرتبة. طيب شنو هالبذخ هذا بعد السلطة؟ ليش هذا البذخ؟ بذخ والله يا أخي، هذا ما أدري، يعني احنا إذا نحكي تبتلي، يعني فترة وضعية خاصة عجيبة. يعني أنا شخصيا لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله. عمار يعني شنو معنى نائبة تأخذ لها مثلا فد كذا دونم على دجلة وتبني لها فد كذا، والصبة مالتها ب 120 مليون؟ شنو معنى نائب مثلا سياراته أسطول من هاي شو اسمها هاي اللاند كروزات والجكسارات وغير؟ ليش؟ مو أنتوا كنتوا زهاد أصلا؟ أنت تعرف القليل، شوف باه عليها
أنا يعني أحشي عن الأسرة الدينية يعني التي كانت تناضل وتكافح قبل الاحتلال وبعد الاحتلال، كانت ظاهرها أسرة أبي ذرية ولكن تحولت فجأة إلى أسرة مروانية. نحن تحولنا من أبي ذريين إلى مروانيين أخي العزيز. طبعا ليس فقط الشيعة، ليش تحولوا بشكل مفاجئ؟ هذه لها علاقة، بقضايا لو تسأل في عالم نفسي وعالم اجتماع ربما يجيبك أكثر مني صوابا. ولكن أنا يعني مثلا شوف، أنا شخصيا يعني والله أشهد على ما أقول يا عدنان، ونحن على مشارف نهاية العمر، أنا أعرف صديقا الآن هو في الدولة، كان هذا صديقي، نتمشى أنا وإياه في 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 مدينة الأمين في سوريا حماها الله، وكان كلانا ثيابه رثة، ولكن مجرد أن صار بالحكم أول رشوة استلمها 25,000 دولار، أول يومين ثلاثة أيام. طبعا هذا هو كان حاله أتعس من حالي، يعني إذا هذا لابس سترة شوية بها خير ولا لابس سترة مقطنة زين، هذا لما تجي هاي 25,000 دولار مقابل تسهيل مقابلة مع رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، فصارت في الحقيقة مفاجأة كبيرة. كذلك الإنسان الجائع بطنه غرثة، ثم فتحت شهيته على ما لذ وطاب من المأكولات، أصلا هذا ما يعرف شلون يأكل، يمكن يأكل بشكل مو طبيعي يعني. لا أنا ما أريد أذم واحد يعني، ما أريد أجيب أسماء بهذه القضية أخي العزيز، هاي بدأت تسيء لسمعة البلد، أسماء بهذا، فهذا الواقع، هذا واقع مر، هذا واقع مر أخي العزيز، هذا واقع مر، وهو خلاف نواميس الشرع وخلاف نواميس الثورة. ما راح أقول لك فلت شيء، أنا الآن شعرت بنفسي أني أحمل شيئا من النفاق، هل تعلم لماذا؟ أي أنا الآن أشعر نفسي أحمل، لأنه أنا قبل أيام لم أكن أرتدي سترة جيدة، الآن أخذت ألبس سترة وسترتين، فثق وأعتقد والله تستاهل علي في دنيا والآخرة. أشعر نفسي والله أشعر نفسي نوع من المنافق. أبد أبو عمار، أنت تستاهل أستاذ، الناس يقدمون هدايا دباب ويقدمون هدايا غيرها. خلي أسأل أستاذ محمود، الحمد لله مو هاي القصة بدأت تسيء لسمعة البلد، يعني مثلا من أنه تصير فضيحة بالإمارات وبالصحافة الدولية والمحلية أنه مسؤول عراقي ماخذ هدية دب وكذا، وهذا يفلت من القفص، وعندنا مسؤول آخر بالدبلوماسية العراقية يطلع بشحاطة، وعندنا مسؤول آخر، يعني هاي بدأت تسيء لسمعة البلد. أستاذ محمود ما أعرف توافق هذا الكلام أم لا، من اللي يوقفهم عن الإساءة لسمعة بلدنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية السلام على حضرتك أستاذ عدنان وعلى ضيفيك العزيزين وقناتكم وجمهوركم الكريم. حقيقة هذا موضوع الدبة أريد أحكي لك تفاصيل عنه، يعني عندي معلومات أنه هذه الدبة لتاجر عراقي هو شحنها إلى دبي، وشحنها وفق الإجراءات الأصولية والقانونية عن طريق مكتب الشحن. اللي حصل أنه هذه تشحن في قفص بآرسي وفايبر جلاس أو فايبر جزء من عنده، فبدأت تحفر به وهي صغيرة طبعا عمرها شهرين، وشاحنها إلى شخصية يعني، وأكو اتفاقية، هاي معلومة أعطيك إياها، بين الحكومة الإمارات والحكومة العراقية أنه الشحن فقط يتم عن طريق وإصدار الإجازة الصحية لشحن هكذا حيوانات، إن كانت حيوانات موجودة أو حيوانات أليفة أو حيوانات متوحشة أو حيوانات منقرضة، هذا يتم عن طريق يعني شحن مطار بغداد فقط. تاجر عراقي أستاذ محمود، مو مسؤول سابق، مو سياسي؟ نعم، تاجر عراقي حسب معلوماتي، وأنا تأكدت من هالمعلومة. منو هذا التاجر؟ في الاستوديو والله ما أستطيع، يعني أعطوني اسمه، لكنه ما أقدر أذكر اسمه، تاجر مشحونة باسمه هو شخصية، وهي تبع عائدة لو حاولها يعني شاحنها إلى دبي، ظهر عند هناك بيت أو فيلا أو مكان يعني يكون خاصة الحيوانات،
وهي هسه اصبحت هاي رائجة عملية تربية الحيوانات، ونشوفها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، نمر او اسد يفتر في منطقة المنصور على مستوى تجار صغار موجودة حاليا في منطقة اللي قريبة من العظمية مساحة عنتر، هاي البشات اللي موجود بها انواع الحيوانات، فاصبحت يعني ظاهرة حقيقة يعني هاي طيب. اكتسبت يعني من عدي، خلينا نقول احكي لك اياها بصريح العبارة، من النظام السابق اليوم كلها تصير عدي، كلها تربي كم حيوانات، تربي اسود بالبيوت، تربي هذه كلها ظاهرة خطأ يعني على الحكومة معالجتها حقيقة. استاذ جبار معلوم بس اكو مشكلة بالصوت اكو مشكلة بالصوت وياك استاذ محمود، بس خلي انتقل لاستاذ جبار عسى وان تعالج. استاذ جبار شنو معلوماتك؟ استاذ محمود يقول تاجر عراقي، المعلومات اللي تسربت للصحافه انه لا اكو مسؤول سابق بالجمارك، عندك شيء اخر تضيفه استاذ جبار المشهدان؟ مساء الخير استاذ عدنان عليك وعلى الضيفين الكريمين وعلى الساده المشاهدين. يعني بغض النظر عن هويه مرسل الدبه اللي صارت ترند، فضائح السياسيين أو الطبقة السياسية في معظمها تكفي لمسلسلات وتكفي لبرامج يوميا، تقدر يوميا تطلع حلقة عنها لأنه صارت بالآلاف، والوضع بإجماله في العراق وضع سريالي. حتى عندما نذهب للجنبة الفنية للمسلسلات، إذا أريد نحكي عن قضايا المخدرات، العراق فيه قصص تكفي لكل شاشات وقنوات العالم. نعم. إذا نحكي عن التجسس، إذا نحكي عن القضية الأمنية، بالتالي الطبقة السياسية تحدث في جزء منها الأستاذ غالب، حملت معها الكثير من مشاكل فترة المعارضة، وثم جاء جيل جديد دخل ضمن هذه الطبقة السياسية التي نجحت في إنتاج قوانين خاصة بها. الطبقة السياسية الحالية في معظمها عندها زمان خاص بيها ومكان خاص بيها وقوانين خاصة بيها، بمعنى إذا القضاء أصدر حكم ضد شخص من جزء من الطبقة السياسية بتهمة الفساد، إذا كبير يخففون عن الحكم لأنه كبر سنه، إذا صغير يخففون عن الحكم لصغر سنه، وبالتالي هذه الطبقة صار المكان مكانها، يحق لها تروح تذهب لأي مكان، مباشرة يتحول السياسي العراقي إلى قاضي وإلى جلاد، تشوفه هو نائب يعني قضيته محمين تشريعية رقابية، بلحظة تشوفه يصيح على أبو الشارع على المواطن، وزير يحكي ويا مواطن يقول له تعال تعال، أعطوا لنفسهم قدسية وهالة خارج توصيفات الوظيفة، أنت جاي بمنتخب أو معين لتخدم الناس لفترة محددة ثم تروح. صارت هاي الأوليغاركية السياسية الموجودة سواء لطبقة سياسية مؤسسة قبل من ايام المعارضه يعني اما زعامات دينيه او اقتصاديه او عشائريه، ثم انضم لهم جيل اخر بعد 2003 بالداخل، دخل ضمن نفس هذا السياق واصبح كل واحد منهم يعتقد انه هو مقدس، يعتقد انه هو يستطيع ان يفعل ما يشاء، وفعلا تحس ان هناك طبقتين بالعراق، الطبقه الحاكمه المترفه المحميه صاحبه القوانين الخاصه، والطبقة الأخرى اللي عليها أن تمتثل لكل شيء. أنت تذكر هاي واحد يسألك حملة المحتوى الهابط، حملة المحتوى الهابط يعني نعم. تذكرها بشكل جيد. هسه عندنا مستوى سياسي هابط، ما حد يحاسبه، محميين محميين، والدليل أنه حتى الفضاء العام حتى بالإعلام اللي يطلعون يتحدثون بطريقة المواطن العادي او المحلل السياسي او المراقب ما يقدر يحكي بها، بها شتائم، بها لغه تهديد، بها سقف عالي من الانفلات، بالتالي تتباوع تقول هذا السياسي اللي يحكي هو السياسي العراقي نفسه يطلع يقول احنا بشنا، هو السياسي العراقي نفسه يطلع يقول احنا اخذنا رشوه، هو السياسي العراقي نفسه يقول ذولا التابعين لفلان جهه، لفلان دوله ولفلان دوله ولفلان. مو احنا اللي نحكي، هي الطبقه السياسيه كانها تريد ان تقول احنا الخططنا الملعب واحنا نلعب كيفنا، احنا اللي نقود واحنا اللي نحدد فاشلين لو ناجحين، واحنا اللي نحدد قوانين هاي اللعبه، بالتالي اي شيء يصير داخل العمليه السياسيه القانون، يعني انت ما شايف اني ثلاث انتخابات ثلاثه اللي يفوز بهن الاول ما يشكل حكومه، ما يسمح له يشكل حكومه، لان هناك قوانين اخرى غير الدستور، الدستور يتم لي عنقه باي طريقه بالضبط، فبالتالي صار هذا صار اكو يعني اول ما بداوا بالتجاوز على الاموال ثم على الفضاء ثم على الشارع ثم على الخطاب ثم على الاعلام، بالتالي حتى اخر شيء المستوى الهابط صار
ملك طابو لمعظم أفراد الطبقة السياسية، وهذا بالتالي يودينا إلى منطقة أخرى، أنه هذا المستوى من الانحدار يلوح بخطر حقيقي لانتهاء هذه اللعبة السياسية. لا، لأنه صار من المستحيل أنا لاحظ الناس شيء أنه هاي الأحزاب إلا بعقد سياسي جديد، خاصة الأحزاب الإسلامية. وأبو عمار هو أيضا أكثر خبرة مني بهذا الجانب، يغطون على الناس اللي هم من عندهم. يعني قبل أيام تم معاقبة أحد الشخصيات اللي كان محافظ لبغداد بسبب فساده وطعن بنزاهته، وطلعوه من حزب الدعوة ورجع وبقى يمارس، وبدأ يكتب بالنزاهة وبالشرف والوطنية، يكتب بالشرف والوطن. أنت طالع البارحة بسبب قضية فساد ونزاهة رجعت تكتب بالنزاهة والشرف والوطنية. هاي التغطية، هذا تقليد لدى الأحزاب الإسلامية، يغطون على أعضائهم بهالشكل هذا أبو عمار؟ والله خلينا نكون موضوعيين. يعني شوف عليه، هي مو بس الأحزاب الإسلامية، هي الطبقة السياسية بشكل عام بشكل هذا. هذا الأخ اللي تتفضل عنه، لأنه صدر بيان رسمي من حزب الدعوة، بيان رسمي موقع من لجنة الانضباط في حزب الدعوة، أنه لأسباب مالية ولأسباب كذا قررنا فصل فلان بن فلان. وإلى فلان بن فلان قبل شم يوم يطلع بالتلفزيون، حتى إلى أنه المقدم كاد أن ينفجر من الضحك والسخرية عندما قال له أن السيد رئيس وزراء المالكي لقد تحزم بالسلاح وبالعتاد وذهب إلى سامراء وقاد حملة لكي يحمي الحرمين الكريمين المقدسين. يعني لما تشوف الانتهازية وتشوف هذا العبث بالأخلاق وهذا العبث بالشيمة، شوف أخي العزيز أنت، يعني أنا طبعا أقول لك ليش ست الأحزاب الإسلامية واحدة، وإلا شنو هسه حكومة الكاظمة ما بها علمانيين أثروا من بعد جوع ومن بعد قحط ومن بعد رثاثة اقتصادية ورثاثة اجتماعية، أعرف من عندهم بالعشرات. لكن شوف أقول لك، بس العلماني ما يقدم نفسه أبو عمار، العلماني ما يقدم نفسه بطريقة جهادية التزام، ما يختفي خلف المقدس والديني. قد يكون بها وجهة نظر، قد يكون فيها وجهة نظر. لا صحيح، يعني شوف احنا خلينا نكون، يعني احنا نخاف الله، يعني باش عقب حساب عقاب. قد يكون فيها وجهة نظر، يعني وربما العلماني يقول للإسلامي أنت ليس لك الحق أن تعتب علي، لأن أنا أؤمن بالحياة الدنيا ولا أؤمن أن هناك حياة آخرة، أؤمن بالقيم المادية، أؤمن بالفردية، أنت لا تؤمن بالفردية، أنت تؤمن بالاجتماعية، أنت 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 أنت. يعني أكو لزمة من العلماني على الإسلامي وعلى الديني وعلى اللاهوتي بشكل واضح يعني. ولذلك شوف، يعني احنا بالنشرة صوت الدعوة اللي كانت نور في الحقيقة، أعتقد النشرة يمكن 9 اللي هن 30 نشرة تصف الداعية بأنه دعاة وطلائع الأمة، وإنهم أول من يضحون وآخر من يستفيدون، ثم عدلت الفقرة إلى أنهم أول من يضحون ولم يستفيدوا. تفهم شلون؟ يعني هذا هو اللي كنا احنا، وهكذا ربانا محمد باقر الصدر، وربانا محمد صادق الصدر، وربانا الاحرار والابرار من الدعاة الذين حقيقة صعدوا المشانق. وانا شاهد على ذلك وهم يهتفون بسقوط النظام الحاكم ويهتفون للاسلام والقران والى اخره. يعني في الحقيقة هذه، شوف هي هذه يا اخ عدنان، هذه مأساة كبيرة. ليش؟ انا اقول لك وين المأساة تكمن. المجتمع العربي والشرقي، والاخ العزيز الفنان ربما هو سابر اغوار المجتمع اكثر مني، يؤمن بالقدوة اكثر مما يؤمن بالفكرة. فاذا راى القدوة تنهار، الفكرة تنهار. تشوف شلون؟ يعني اذا واحد شاف له يعني 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 فقير وشوف لأنه هذا هو كان وياه، وهو يدعي بالإسلام ويدعي بالتدين ويدعي بالعلوية، مو بالعلوية المذهبية، يعني بالعلوية الإمامية، وإذا به لأنه هو جاب كل أولاده وأبنائه وخلاهم وهم لا يستحقون ذلك. هذا سؤال. الآن يعني نتحدث عن زعامات، نتحدث عن أسماء
تربت دينيا يعني تحت عناوين إسلامية؟ هذا السؤال للأستاذ محمود الحياني. دخلوا أولادهم بالسفارات بالمناصب المهمة، أكو عوائل الآن ينتمون إلى أحزاب إسلامية مسيطرين على قنصليات وعلى سفارات، بذخ كبير جدا بالأموال بالقصور بالبيوت بالسيارات. شنو اللي قدمتوا أنتوا؟ شلون النموذج اللي قدموه؟ مثل ما قال أبو عمار، شلون ممكن أن تكونوا قدوة للآخرين وتتحدثون بالتآمر على الآخرين، إنه الآخرين يتآمرون عليكم ويريدون يأخذون يعني مكانتكم، يريدون يسيئون، هو شو مخلين من مكانه أنتوا؟ أستاذ محمود تفضل. يعني أستاذ عدنان، نشوف الإمام علي سلام الله عليه لثلاث سنوات قضى على الفقر، مع العلم أنه تعرض بالأمة الإسلامية وليس فقط في العراق بحكمه. كانت معركة الجمل هي من يعني نقول العقبات اللي وقفت أمام الإمام علي، تعرض أو خلافته لمعركة الجمل بعدها الانفصاليين بقيادة معاوية ثم الخوارج، لكن قضى على الفقر خلال هذه ثلاث سنوات، مع العلم دخل حروب هو فيها. اليوم الإسلاميين اللي يتصدون المشهد هم فقط يعني يحطون الإسلام كغطاء. هذه طبعا حتى يعني انت تقول انتم، حتى ما تكون يعني واضحة رسالتي للمشاهد العراقي، انا ادافع عن العراق وعن العراقيين في كل الحالات، ولم استلم منصب ولن استلم منصب من هذه الحكومة ولا قبلها. أنا رجال يعني الحمد لله وشكر الله مفضل عليه، ما محتاج هذا الشيء. لكن اليوم احنا نشوف عليك الى حد السفارات والسيارات ما تفضلت حضر، انا ما هذه سيارة، هاي أعرف أول شغلة عرفت راح تحكيها وياي بها أنت، وكنت متحضر لك لها، لا هذه سيارة ولا شيء. هذه الحالة اللي انتشرت علي هي في مطعم مالتي في الحارثية، خليني أحكي لك إياها، وأول مرة أحكي بها وأصرح، والله وأنا جاي هنا وعرفت أنت من أول ما خبروني راح تسألني على والله أريد توضيح من عندك بس خليني أكمل. لا كان الموضوع كالتالي، البنية تجي يمنا بالمطعم تقعد وهي مشهورة، اسمع عليه، واحد منطيها سيارة ما أعرف شنو، فقلت لها مبروك السيارة جايتها هدية، قالت فقالت من عندك يا ذكرتها، وأنا ما ذكرت إنه من عندي السيارة، ولا مهدي سيارة ولا نهدي سيارة، على شنو ده أهدي سيارة؟ هي زبونة تقعد يمي وتصور وهي مشهورة البنية. هذا الموضوع كله استلموها، كل ما أحكي أدخل في موضوع السياسة وأحكي على جهة إن عندهم فساد وعندهم مشاكل يطلعون هذا المقطع. فهذا اللي صار كله، اما هديت سياره او اعطيت سياره او هذا كله موجود. وانا يعني اضافه لعملي عندي صاحب مطاعم، يعني مشهور مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام وعلى السناب من زمان، يعني قبل ان ادخل بالسياسه، فكان الموضوع عفوي. اما تسالني تقول لي اكو فساد واكو ناس اثرت على موضوع حساب المواطن وعلى حساب العراقي، نعم موجود. وجيفارا يقول اكو عنده مقوله يقول اذا شفت الرفاهيه والرخاء في شارع معين من سيارات من عمارات فلا تقول هذا الشعب مترفه، لا اقول اولاد اللصوص قد كبروا. فاحنا اليوم من نجي نرمي يعني ببعض المواقع رمت جزافا بي او بغيري او بسياسي، اليوم موضوع الدب راسا حولناه الى موضوع سياسي، هو مو موضوع سياسي، موضوع تاجر شحن تكرم حيوان واجلكم الله الى دبي، وهذا اجراء عادي كله تسويه. اللي حصل انه ممكن صار خلل فني او مشكله، هذا مو مدافع عنه ولا تدافع عن سياسي اذا كان هنالك سياسي في الخفاء وراء هذا الموضوع، لا ابدا لا والله. موضوع اليوم احنا يعني مواقع التواصل اصبحت هي اللي تسير البلد، يعني اليوم ايش ينتشر بها؟ يعني انا صرحت على موضوع الفساد وشراء الارقام من قبل مسؤولين لصاحباتهم والسيارات والجي كلاس، الرقم كان مليونين، شو صار بست ملايين؟ قلت بعد اسكت ما احكي احسن. يعني هذه اليوم اصبحت هي تقيم الشخص او تقيم المكانه، والناس تنظر بمنظار انه شو ينتشر بهذه المواقع تاخذه بعين الاعتبار هو هذا الاساس، لكن ما تبحث في موضوع انه السبب وراء هذا الشيء او الاساس الحقيقي لهذا الموضوع، هل هو صحيح او كذب. اليوم موضوع السيد بهاء نوري، خلي احكي عنه، موضوع السيد النائب، وانت تفضل بدايه الحلقه بهاء نوري افضل منك استاذ محمود، بهاء نوري افضل من عندك. نعم. بهاء النور الرجال راح اخذ سيارته، انت اعطيت سياره ولك عمي والله ما منطي سياره، والله ما منطي، هذا انطي سياره على شنو؟ هي هذه سيارتي مارسيدس الشبع السواق في باب القناه، شنو هاي يعني موضوع كان للضحك فقط لا اكثر، انه هيك مجرد مزحه كانت من عندها هي البنيه حكتها ونشرتها هي بوالي ناشرها. فاليوم انطيت سياره، انطي سياره رجعوا لي السياره مالتي عمي، روح شوف سجلات المرور، اذا انا منطي سياره لاند كروز الوحده او هذا عمي انا اخسر 10 بمكانه الك، اتحدى اي واحد يثبت انه انا منطي سياره، اتحدى
زين وهي نفسها البنية اتصل بها العالم بطيها سيارة. والله ما أدري يعني هذا الموضوع أخذ موضوع أكبر من حجمه هو مو حقيقة حقيقة، لكن أنا حصلت من عنده حقيقة استفاديت من عنده الشهرة. اليوم هذا الإعلام الأصفر الموجه اللي يتوجه ضد شخص هو هذا اللي حقق لك الشهرة. يعني أنا يمكن 30 أو 40 قناة أطلع وياكم ما عندي مشاهدات يمكن مليون أو مليونين، بموضوع هذا السيارة حققت مشاهدات 7 مليون وصرت ترند كامل العالم كله تعرف متابعني. يعني هسه مثلا بهاء النوري هو ده أقول لك ده أحكي لك واقع الحال اليوم المشاهدات على على على, على, على بس سواء خلي نغادر هاي القصة أصلاً. أنا ما يعني حقيقة أوضح لك إنه هذا التواصل الاجتماعي مو كل حقيقي. شلون؟ مو كل حقيقي. نعم. مو كل حقيقي. يعني اليوم أنا اللي تابعوني أنا وياك شقد بس هسه أنشر منشور خطأ مو صحيح كلام بتشويه أو يعني خلينا نقول تشويه سمعة أو إنه تحكي على شخص. هسه إذا تحكي إيجابي عني في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ما حد يشوفه يعبر عليه ويطلع. احكي شيء سلبي كله تابع عن عدنان أو عن محمود أو عن أي واحد إن كان. اليوم أنت لما تحكي بصورة صورة الحقيقة والواقع ما حد يتابعك. هسه أنت هذا الدب لو قايل هذا مال شخص تاجر وطلع منه من الدب وحالة فنية حصلت فيها المطار ما يتابعها بس يعني من قالوا مسؤول طيب انت ومسؤول عراقي كل انت تعرف منه هذا المسؤول هسه رئيس الوزراء سيد السوداني. نعم. يترك شغل الدولة كلها. نعم. ويروح يشكل تحقيق عاجل على الدب موديه تاجر. خلاص الدب موديه تاجر. رئيس الوزراء ما عنده شغل شو السبب؟ يترك شغل الدولة ويقول أريد تحقيق يعني عاجل في هذا الموضوع وتريد تقول لي تاجر؟ هي يعني هاي الطمطمة. لا يعني هذا رئيس الوزراء مع جل احترامه وتقديره إليه بس ذاكت هذا مو شغل رئيس الوزراء. لا بس ذاكت حتى يسكت العالم اليوم هاي مواقع التواصل اللي أصبحت هذه لانه الذباب الالكتروني وتابع الجهات السياسيه راح يسقط رئيس الوزراء على دب. شوف اني 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 شغلت مو الدب اليوم وانا ذكرت لك انا سالفتي مو الدب انا مو نعم. ما هاي خلينا نسولف على الدب مثل ما قال شو اسمه وزير القائد سيد مرتضى. نعم. احنا على سمعه القائد. البلد على المستوى السياسي الهابط على الناس اللي تتصدى للقياده ويدعون النزاهه والشرف والنظافه والشرعيه والقدسيه ويلطمون ويطلعون ويبتشون ويروحون ويسوون. والله سأل عدنان زين على هاي الموضوع تقول لي علمانيين أقول لك أنا هم عندي سوالف بس أنا ما مدعي النزاهة ولا مدعي القدسية ما مجاز لا للعلماني ولا الإسلام أن يسرق أموال الشعب. شلون أقول لك سأل عدنان أي أصعب اليوم هاي البنية اللي اعتدت مع طبعا أنا ما أقبل أنه هذا موضوع الاعتداء وضربة هاي البنية البلوغر للضابط لكن ضربة الكويت للعراق أصعب لو ضربة هاي البنية للضابط. هاي ضربة العراق كل اليوم أم قصر والفاو وهاي المشاكل اللي تصير هاي أهم من الدبة. اليوم هاي موضوع الدبة وموضوع البنية اللي اعتدت على الضابط هاي تغطية على موضوع ومشروع أكبر. ليش اليوم عندنا حق الدبة اللي موجود بالكويت الكويت راح تاخذ حق للغاز اللي هو أكبر حق للغاز في المنطقة. احنا اليوم نعوفه وشايفين بده ما ينضربوا محترم وشايفين هذا هدا سياره وهذا خلي 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 الاستاذ جبار المشهداني. نعم استاذ جبار انت فاهم الفكره. نعم. ما سمعتك يعني ما سمعتك ايش قلت استاذ جبار الفكره. نعم. انه يعني يعني نعم. تخيل قبل فتره مو بعيده تذكرها بشكل جيد واحد من ابناء الوزراء رجع طياره يا جماعه 2014 رجع له طياره. ماكو احترام ما خو ما نقدر نقول بس ما تريد تسدون القناة عوف. لا هي هاي الحادثة الشهيرة هو اعتذر الرجل وبكتها وقال اعتذر وتحمل من مال الخاص كل مصاريف الطيارة اللي صرفت. اي ايش قال هسه استاذ عمار تحكي لو انا احكي بكيفك استاذ جبار تفضل عيني القصة وما فيها انه من هذا النوع من القصص سواء للمسؤولين او لابناء. وانا اتفق مع السيد غالب انه ليس الطبقه السياسيه الاسلاميه فقط. يعني في بحث لطيف اشتغل عليه رجل اختصاص في علم الاجتماع حدث ايضا الاستاذ غالب قال هذا جزئيه منه لها علاقه بعلم الاجتماع علم الاجتماع السياسي. اخذ 5 شخصيات سياسيه 3 منها شغلت مناصب رئاسيه بعد العام 2003 وهم موزعون يعني بين المكونات يعني سني شيعي كردي سياسيا وشخصيتين اخرى وعمل لهم تحليل لخطاباتهم لمواقفهم السياسيه لنقاشاتهم للقاءات التلفزيونيه طلع بنتائج عن هذه الشخصيات السياسيه 5 اللي
كان لها دور أساسي ومهم قبل 2003 بالمعارضة، ثم بعد 2003 بالمناصب التنفيذية والتشريعية، وصل إلى نتائج هي أولاً العصاب الذهني، الشيزوفرينيا، الوسواس القهري، مأزومية الوعي. نسبة الصدق طلعت عنده 3 إلى 5، أما نسبة الثبات بالصدق فأقل من ذلك. هذا الموضوع من نحكي عنه علمياً بعلم الاجتماع السياسي يعكس لك أنه معظم أفراد الطبقة السياسية، طبعاً أنت تعرف ليش أقول أنا معظم، أو أي محلل سياسي أو أي واحد يطلع بالتلفزيون يقول معظم، يعني حتى ما يدخل بالإشكال الإطلاق، لكن معظمهم هذه المواصفات اللي ما زالوا، يمكن يتفقوا يا سيد غالب، ما زالوا لحد الآن يحكمون أو يتصرفون عفوا بعقلية المعارضة. ليس يحكي لك عن مؤامرة، ليس يحكي لك عن آخر يريد ينتزع منه السلطة، ليس يحكي لك يستحضر التاريخ عندما يريد أن يبرر فشله، ليس يوجد أعداء وهميين ربما يكونون هم بالواقع ولكن هم ما معنيين بما يجري في المدينة الفلانية أو للشعب بالمحافظة الفلانية. عجز الطبقة السياسية رغم أنها تخرج باستمرار وتقول إحنا فشلنا، زعامات كبيرة ومهمة قالوا إحنا فشلنا ويجب أن لا يكون لنا دور. مشكلتنا أن هذه الطبقة السياسية تناسلت، أما بالوراثة صار عندهم أبناء وأخوة بالمشهد السياسي أو بالتبني السياسي. يعني بلد في عز أزمة الدنيا مشتعلة وعندنا مليون مقاتل يطلع رئيس الحكومة كبير عندهم. أستاذ جبار يعني هم أنا أقول لك السبب، واحد من أسباب الغي الكبير يعني الأشياء اللي تحصل اللي تخدش سمعة الدولة وتخدشهم، ماكو كوابح لهم يتم التغطية عليها، يتم طمطمتها، ويتم إعادة إنتاج الناس اللي خطأت، الناس اللي أساءت لسمعة البلد وسمعة الحزب. احنا ذكرنا هم لازم نسأل سيد ليش أستاذ عدنان، احنا كشعب ممكن اكو طبقتين، طبقة حاكمة عازلة نفسها بكوكب آخر تتحدث انه الكوريين معجبين بينا شلون طلعنا الامريكان، تتحدث عن انجازات، احد الزعماء يقول الدول العالم دايخه بالعراق شلون رجعنا رتبنا وضعنا شلون كذا، معجبين بالتجربه العراقيه لانها تعيش في كوكب اخر. طيب الجزء الاخر من المجتمع، الجزء الاخر اللي هم الاغلبيه، اذا احنا 40 مليون 42 43 خلي الطبقه السياسيه مليون هي وتوابعها واللي يطلعون لهم الانتخابات وجمهورهم، هاي ال 40 مليون ايش بيهم؟ كل ما يطلع واحد سياسي يطلعوا له بالالاف، كل ما يروح واحد يروحون ياخذون ياسي، يعني هذا جزء كبير من استمرارهم في غيهم هو انه ليس هناك معارضه حقيقيه تقول لهم اوقفوا يابا، يعني ماكو ردود افعال. السياسي لما يطمطم الزميل السياسي او لما ينطوه منصب، شوف آخر يعني وزير فاشل، لا 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 وزير فاشل، كل هاي الفضائحيات جاي يطلعوها الناس، الراي العام جاي يصور، هذا احتجاج. طلعوها الناس صحيح، يقولون لهم احنا جاي نراقبكم، صحيح احنا نراقبكم، ما تمشي علينا هاي السوالف. إيه ما يخالف استاذ عدنان، ما زالت دعواتهم عندما تقام دعوات لاي مناسبه يحضرها عدد كبير من الناس. ما زال المسؤول العراقي السياسي لما يروح الى مدينه يطلعوا له هواي ناس يصدقون به هواي ناس. احنا يفترض اكو ناس، اكو نخبه واكو شارع يحاسب، يعني اكو لما تصير قصه من هاي الفضائح ماكو رد فعل. يعني تدري انت لو اي بلد بالعالم صار به فضيحه الحارثيه مال امراه تضرب ضابط بهذه الطريقه، مو ينفصل النائب، خلاص هاي خلاص، هذا هنا يصير اجراء شعبي عارم، مو لانه الضابط اقاربي او اقاربك، لانها اهانت الدوله، لانها اهانت المرسوم. احنا ايش عندنا غير القانون يحمينا؟ طيب. احنا ما عندنا ميليشيات، ما نشيل سلاح، احنا ترافيك لايت احمر نوقف. طيب. لانه يمثل القانون، ينظم حياتنا. اما انت طياره ياخروها بالمطار، لان يعني ابن مجاهد، نعم ابن مجاهد ابو عمار، ابن مجاهد عندي من عائلتي معدوم، كان واحد بحزب الدعوة أو كذا، هاي تغفر الأخطاء، تغفر الملايين، تغفر هذا البذخ الموجود وهاي تحت عناوين جهادية إسلامية مقدسة غيرها. أستاذ أوف يا إلهي أوف،
أخي أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من لم يسرع به عمله لم يرفع به نسبه. أخي العزيز، مدار الثواب والعقاب هو الفرد وليس ابنه ولا أباه ولا أمه ولا أخته. مدار الثواب والعقاب هو الفرد، هو عمل الفرد، ليس عمل الأب ولا عمل الابن ولا عمل كذا. بس أكو ملاحظة أشار إليها الأخ العزيز، أشارت يعني الأخ العزيز الأول الأخ والأخ الثاني الله يحفظه أستاذ محمود الحياني أبو عمار يواش اللي يمك أستاذ محمود اللي يمك أستاذ نعم. محمود الحياني نعم. وأستاذ جبار المشهداني شنو قصتك؟ شو ظليت تنسى بالنسبة للأخ الحياني بالنسبة للأخ الحياني ذكر إلى أنه قضية الدوب، لماذا تنسى قضية الدوب؟ تثار قضية الدوب وتنسى قضية الكويت. منو قدس قضية الكويت؟ الآن أكو احتجاج شعبي صامت وناطق ضد هذه القضية، وأنا شخصيا قبل أول البارحة كنت مع السيدة ست سحر شرشحت لك الكويت شرشحة ما لها مثيل، بينما الإسلاميين والعلمانيين الموجودين بالحكومة لم ينطق أحدهم في قضية الكويت. تمام ولا تمام؟ جيب لي رئيس وزراء سابق، جيب لي رئيس جمهورية سابق، صم بكم لا يسمع. ليش؟ لأن أكو فلوس وأكو هدايا وكذا، سواء كانوا صدريين سنة شيعة، والكويت هم فنانة في إعطاء الفلوس وطريقة إعطاء الفلوس. أما بالنسبة للأخ العزيز، الأخ العزيز شوف أكو ملاحظة، يعني هي قال ليش لأنه هذا الشعب، إيش أكو محاولة من السياسيين لتربية الشعب على الطقوسية العبودية الجبرية اللاشعورية. شوف هسه احنا لا نريد ننتقد مثلا الحلبوسي، يقول لك تنتقد البطل الذي انقذ الانبار من الارهابيين البطل، تريد تنقذ مثلا سيد عمار الحكيم يقول لك هذا ابن المرجعية، تريد تنتقد هادي العامري يقول لك هذا شيخ المجاهدين، تريد تنتقد قيس الخزعلي يقول لك هذا جيفارا، تريد تنتقد خبيث الخنجر قال لك هذا بالشيوخ. وبذلك في الحقيقة إلها علاقة بالبنية الاجتماعية العبودية اللي صدام رب بها الناس عليها، ثم تورثت هذه الأسئلة وجاءوا هؤلاء وأطفوا على تلك العبودية أسباب الترسخ وأسباب التثبت. وإلا شوف هسه الآن مع كل احترام للأخ أبو إسراء، الآن أنه طلعوا له لقب الزعيم، قال الزعيم وحج الزعيم، قال الزعيم وحج الزعيم. أبو عمار الحكيم أح صديقي، صديقي واقعد وياه، ولكن أقول له سيدنا أنت قاطع طريق العالم. من بس تقول قاطع طريق العالم يقول لك هذا ابن المرجعية. أبو عمار أنت تقعد ويا سيد عمار الحكيم؟ أي ليش إيش أقعد أحياناً هو أشوفه وأقعد وياه أحكي لك بصراحة، بس من أحكي وياه أحكي وياه مثل ما أحكي وياك الآن وداعتك ثق واعتقد يعني. هاي المجالس الأخيرة بيت سيد عمار حضرتها أبو عمار؟ لا 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 ما لا أنا ما أروح لها، هاي أنا هاي ما أروح لها، لأن هاي ما رفضتها أني، وبها قطع لطريق العالم، وبها اعتداء على العالم، وبها حتى اعتداء على أبي عبد الله عليه السلام. أنا لساني سيف حاد وما عندي غير الكلمة الصريحة في حياتي. زين. شوف أقول لك، فمرة من المرات أحد الأخوة قال لي: زين أنا بدي أسألك سؤال، أنت تنتقدنا ليش هيك وليش هيك، ليش تجيبون أولادكم، ليش تجيبون قراراتكم، ليش؟ قلت له والله. قال لي: زين لو أنت وزير وجاك عمار وقال لك أنا أريد أصير بالحكومة وياك كبير، قلت له شوف أنا ما أقدر أقول لك هسه إيش راح أسوي ما أسوي، لأن الله العالم شو اللي أقول، بس يشهد الله علي ويشهد الله على لساني وعلى قلبي راح أقول لك الصورة اللي بفيني. قال لي: بالله شنو الصورة اللي بفينك؟ وهو من أصدقائي وأيضا مليان. قلت له: والله هو يجيني للدائرة ويقول لي: بابا أنا أعرف أربع لغات وأنا خريج هالحكي هذا. أقول له: إي والله أنت تستاهل وكذا وهذا حقك وكذا، جيبوا له شاي يجي شاي. أقول له: بس اسمح لي بابا أطلع أروح أجيب له شرطيين ثلاثة جوا يكلبشوه وخليهم يروحوا يحبسوه. ليش؟ لأنه السب، لأنه البدعة السيئة وزرها عليها، وزرها عليك وعلى من يعمل بها. هؤلاء لو من أول مرة منعوا أولادهم من الاستئثار، المشكلة شنو؟ شوف باوع عيون عدنان، خليني أقول لك شيء وجداني، خليني أقول لك شيء وجداني. لا تطول عليه أبو عمار، أستاذ محمود ينتظرني أرجوك، لا تطول عليه. بس لحظة واحدة، بس لحظة واحدة. إن هؤلاء لم يعموا على أنفسهم فقط،
وإنما عموا على أولادهم وعلى أبناء أبنائهم. إحنا نتحدث عن بلد بقانون، بلد بقانون ومجلس نواب وديمقراطية. ماكو قانون، ماكو قانون. هذا سؤالي الأستاذ محمود، وين القانون؟ هل يعقل وين القوانين؟ شنو أنا أرفع؟ شنو؟ اسمح لي، أنا شنو أنا أعبر جسر؟ اسمح لي، شنو أنا أعبر جسر هذا اللي مقابل أبو طابقين ومحطوط شيكو يمنعني أنا باوع على الشط الحلو والله إلا وشنو خطر في العمر الحكيم. أستاذ محمود، ها نتحدث عن سمعة بلد. اليوم العالم مفتوح، يعني كل شيء موجود بالسوشيال ميديا، كل شيء ينشر، اكو انترنت، اكو تويتر، اكو فيسبوك، اكو هذا الجديد شو اسمه هذا زي اي، قصدي انه هاي الاشياء تسيء لسمعه البلد. يعني نشروا صوره السفير العراقي بن عال بعدين مسحوها، يعني هاي اشياء تمس بسمعه البلد، وما يحجون الخارجيه، ما حكت الحكومه، ما حكت، ماكو تفسيرات للي جاي يحصل. استاذ محمود، هي اكو صوره الى بن عال؟ يعني هذه وظيفه الحكومه اليوم، وظيفه البرلمان حقيقه. اليوم اكو ضعف في العمل الرقابي للبرلمان العراقي حقيقه. هذه في اكثر من لقاء في قنوات ذكرت انه وظيفه البرلمان ليس فقط التشريعيه وانما هي ايضا الرقابيه. هي بالسلطه الرقابيه اللي تقدر تراقب الوزير، تراقب السفير، تراقب المسؤول. اليوم انا كمواطن مثل ما تفضلت حضرتك مواقع التواصل الاجتماعي اقدر انشر واكون انا متظاهر في هذه المواقع دون التعرض لشخص الانسان وخصوصيته والسب والشتم واللعن. اليوم احنا عندنا ثقافه السب والشتم اكثر من ثقافه انه اليوم اني اكو مشكله وحلها بهذه الطريقه يكون. الوظيفه الرقابيه المغيبه للبرلمان العراقي سببها رئاسه البرلمان حقيقه. نعزيها بالسبب الاول، السبب الثاني اللجان البرلمانيه، وسببها ايضا هو تاخير تشكيل البرلمان بعد المظاهرات اللي حصلت، مو ضد المطالب ابدا اني، لكنه اليوم تاخير عمل البرلمان اخر عمل الحكومه، الحكومه اليوم رئيس الوزراء يستطيع ان يحاسب ايضا، لكن الرقابي الاكثر من رئيس الوزراء واللي يتابع عمل المسؤولين ان كانت خارجيه او كان سفير، هذه اليوم اللي صوت على انه يكون هذا سفير او وزير او مدير عام او وكيل، هذا البرلمان نفسه. فأنا أعتقد في رأيي الشخصي وأنه هذه اليوم وظيفة البرلمان يجب أن يكون مفعل أكثر من قبل رئيس البرلمان، اللي اليوم نشهد البرلمان أنه فقط للسجالات والمشاكل، وأنه اليوم كل كتلة سيطرت على لجنة وبدأت تغطي لجماعتها. اليوم إحنا حتى ما نكون سلبيين كلش ونقول العراق خلاص منتهي والعالم هسه دا يسمعنا ينتظر من عندنا يقول لك هاي العراق منتهي ما ضال بيه بعد كل شيء. نعم، من أمن العقاب ساء الأداء، لكنه اليوم أكو إيجابيات للحكومة أيضا في محاربة الفساد. اليوم شفنا احنا الشريط الاحمر اللي ظهر به رئيس لجنه النزاهه اللي ذكر به مسؤولين في الحكومات السابقه، اليوم صدرت عليهم اوامر قبض وهم يحملون الجنسيه البريطانيه والجنسيه الامريكيه، وطالب بان يكون اكو تفعيل لمحاسبتهم، يعني استخدامهم او القاء القبض عليهم حتى يتحاسبون، وذكر انه اكو واحد مختلس 400 مليار من الحكومه السابقه، واحد مختلس 100 مليار من الحكومه السابقه على مستوى مكتب رئيس الوزراء. ليش دائما القاءات القبض، الاستقدام، نعم، فتح التحقيقات مع مسؤولين سابقين؟ ليش ما تفتح هذه الأشياء مع مسؤولين حاليين؟ يعني هذا قلت لك يرجع هذه اليوم المسؤولين الحاليين بعد ما لحقوا يستفادون الميزانيه بعدها لحتى الان ما انقرت. فاحنا اليوم قلت لك ارجع واقول لك اليوم موضوع البرلمان اساس الموضوع في كل الحكومات العالميه حتى في الولايات المتحده الامريكيه. اليوم احنا خلينا نكون واقعيين، خليني احكي لك بصوره واقعيه وبرقميه. كل دول العالم، يعني امريكا بها حزبين، روسيا بها خمسه، العراق بها 400 حزب. 400 حزب صاروا وتسجلوا، هاي ال 400 حزب المن تحاسب بيهم؟ اليوم ماكو قانون للاحزاب، ماكو قانون للنفط والغاز حتى نقدر نسيطر احنا على مواردنا الطبيعيه، ماكو قانون ترسيم حدود او قوات حدود حقيقيه تحافظ على حدود العراق، هذه كلها مجتمعه سببت انه خلت القانون ضعيف، مو ضعيف، لكن اليوم انت لما يطبق القانون يطبق على الفقير. ايها بالضبط استاذ محمود، انا سؤالي هنا ليش دائما القاءات القبض والاستقدام تصدر لمسؤولين سابقين؟ ليش احنا ما نفعل قوانين النزاهه هذه؟ طبعا استاذ جبار المشهداني تفضل، اسف استاذ محمود تفضل. نعم الحقيقه هي ليست بالضروره ان تكون ضد مسؤولين سابقين، لكنها تكون بالضروره ضد اشخاص لا يمتلكون اجنحه مسلحه،
لا يمتلكون أحزاب، لا يمتلكون بعد اجتماعي كبير يستطيع أن يتظاهر أو أن يخل أو أن يطالب بحقوق هؤلاء، لهذا يتم استهداء. وإلا قضايا كبيرة مرت بالبلد وقرت من قبل لجان مختصة بالبرلمان ومسؤولياتها والمتحملين المسؤولية معروفين وتم تشخيصهم وكوارث كبرى بالبلد وتم التغاضي ما شفنا عليها إجراءات وتم التغاضي لذلك مو بس التغاضي هو هذا النظام اللي قسم يسمونه طمطم لي وطمطم لك قسم يقولون اخدمني واخدمك ولذلك اللي يدخل بهاي اللعبة السياسية ما يفكرون بعد مستقبلا يجيبون بديل عنه حتى من يطلع من الوزارة قد يرجع مستشار أو يطلع سفير اليوم مثلا 35 سفير راح يروح من العراق حرصة الأحزاب من قال أنه هاي الأحزاب راح ترشح لي سفراء مهنيين حقيقيين لو راح تروح وفق حصة الثقة والأقارب والمحسوبية السياسية مو على أساس الخبرة مو على أساس التخصص يعني 35 سفير من الأحزاب ايش راح يجزون راح يجزون سفراء مثلا كل واحد عنده 3-4 لغات كل واحد عنده الفضائح السياسية العراقية لو تم الحديث عنها وكشفت كلها اللي قسم عشناها احنا من طلعنا والوفود قسم يحشونا عنها أصدقائنا قسم شفناها بعيوننا هذه تأخذ مجلدات كاملة ولكن طبقة سياسية تكلست فيما بينها وتحاصصت وتخادمت وبالتالي لا تريد لهذا الجدار أن ينهار ولكن وفقا لهذا الأداء هي رايحة باتجاه المجهول ورايحة باتجاه عقد سياسي جديد ينظم هذا ينظم الحياة الاجتماعية والسياسية بالعراق لأنه الآن إذا شفت أكو ظاهرتين حتى أختم وياك ظاهرتين فقط صارن الجمهور أو المواطن هو حل محل الدولة أو الحكومة خليجي 25 نعم الدعوة رسمية والحكومة العراقية لكن اللي عزب منه المواطن البصري العراقي والقصة الثانية الآن مقصر الحكومة ساكتة الشعب طالع يقول هاي مقصر عراقية وما ننطيها وبالتالي الآن بدأت العملية السياسية راحة باتجاه الدبه والله الدبه ما ادري بها واني بالله وانا حتى الضيف الكريم يعني الضيف الكريم لسه كان قاعد يمي لو ادري بيه يوزع سيارات لو ادري بيه يوزع سيارات انا جايب تاكسي هسه بكير منه طالع الاستوديو يحكي وياه والله حتى السياره هديه مني لكم خذوها اذا لقيتوها السياره خذوها مالي اشكر العدنان هواي على هذا السؤال لان هذا السؤال ما حسه هديه هو حقيقه يعني ما موجود والله شكرا شكرا عمي خذها لك السياره بالمرور اذا لقيتها باسمها او بس ما حد خذها لك انا ما اريدها اخويا شكرا لك لا اريدها ولا اريدها لم استلم اي منصب ولا شكرا عندي اي جبار مشروع شكرا للاستاذ محمود الحياني وشكرا للاستاذ غالي بن شابنده شكرا للضيوف الكرام وشكرا لمشاهدينا نلتقي يوم غد وسولف على الدب